والله الله يبارك لك يا استاذ. عايز اسالك على حاجه، انت دلوقتي خلاص البنك وافق لك وقدمت دراسه الجدوى؟ البنك وافق لي على المشروع اللي انا اتكلمته واستجابوا للكلام كله. اولاد حضرتك بقى هم اللي رافضين يضمنوك؟ ايوه، في هنا عايزين عربيه وانا محتار على الكلام ده، فانا برجو منك ومن حضراتك المؤسسه الزراعيه اللي ماسكه الصندوق الاجتماعي لزين جامع، يا ريت لو تتصلوا لي بيها وانا امضي لنفسي بكفاءاتي كلها اللي هم عايزينها. انا مضيت اللي هم عايزينه كله. يعني احنا بنتكلم انت المشروع ده انا نفسي اعمله، المشروع ده انا عايز بهايم بقى، اجيب بهايم واربي بهايم، لكن اجيب عربيه فقط لا غير. يعني انت حتى يعني اولادك الاسره يعني هم اللي رافضين يضمنوك؟ احترضوا العيال، مش عايزه تتربي بهايم ولا تحط ده في سباخ ولا كلام من ده. ده النهارده التطعيم جاني هنا، العيل مش عاوز يسحب البهيم عشان يروح طعم في السامح. مش عايز ايه؟ العيل مش عاوز ياخد البهيم عشان يطعمها، مش عايز يروح يوديها لطعامها. وجادلت مع الدكتور قلت له غير لي السرنجة علشان اغير المشيه بتاعتي، ما مش عايزه تنضر. يعني انا راجل اكل عيش كله من البهيمه، مش عايز عربيه ولا عايز الكلام الفضه كله. فانا يا ريت انا جايب الكارد اللي سمحوا لي بيه من الصندوق الاجتماعي. طيب ما هو بص يا حاج احمد، انا صريح معاك دلوقتي، انت في الاول قلت ما عنديش ضمانات، وابتديت نتواصل مع جهات كتير جدا لغايه لما وصلنا للحل ده. مفيش اي مشروع او اي قرض او اي جهه بتدي او بتساهم في مشروع بدون ضمانات، ده شيء طبيعي. واخد بالي، ده مفيش فرد واحد بيبقى بضمان ده، كده مفيش ضمان. يعني كده انت رحت منك لنفسك لما يجي عندي يا استاذ سامح، يجي لما يجي عندي الظهر بالزريبه مركز فيها كاميرات ومركز، يعني نخلي الزريبه يتظهروا بيها والبهايم الماشيه اللي فيها واتبسطوا منها. دي جزئيه خلاص. انا مش رئيس اسماعيليه اتبسط، وبنك ابو سلطان اتبسط، بصراحه ناس لا يعلى عليهم، ربنا يبارك لهم زي حالتك كده والله. السلام، بشكرك يا حاج احمد. حاج احمد من اسماعيليه، حبيت ان انا اسمع الجمله الاخيره.